خدمة إخبارية جديدة من قناة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة المصرية أن عناصر من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب من الشرطة المدنية قضت على بؤرة إرهابية مسلحة شديدة الخطورة بمنطقة الواحات البحرية. وقالت القوات المسلحة في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرية، قالت إن تعامل القوات مع هذه البؤرة أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وإصابة آخر تم التحفظ عليه، وكذلك تدمير 3 عربات دفع رباعي مسلحة ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وبرميلين بداخلهما مواد ناسفة. وأضاف أن هذه البؤرة خططت لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية ضد الأهداف الحيوية والمصالح الأجنبية خلال عيد الأضحى المبارك. في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن اليوم 15 لعملية حق الشهيد بشمال سيناء أسفر عن مقتل 9 إرهابيين. وأشار بيان القوات المسلحة أنه تم تدمير 25 خندقا والقبض على 17 من المشتبه بهم، وكذلك تدمير عربات من أنواع مختلفة و14 دراجة نارية وحرق 28 عشا. كما قامت القوات المسلحة بفتح مستشفيين ميدانيين بمنطقتي الرومانة وبئر العبد لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء سيناء. أكد مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب بمناطق شمال سيناء، خاصة في ظل تعرض مصر لعمليات إرهابية في مثلث رفح الشيخ زويد العريش، فضلا عن انتشار التنظيمات الإرهابية بدول المنطقة. وأكد المجلس في بيان صحفي أن الحكومة حرصت على تبني تلك الخطة الأمنية مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية وتوفير نظام دقيق لصرف التعويضات لهم. يبدأ اليوم حجاج بيت الله الحرام الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحج، قال إن تصعيد الحجاج إلى مشعر منى بداية للتفويج، مضيفا أن البعثة الرسمية تتسم بالروح العالية وتكامل دورها خاصة بين الوزارات والبعثات النوعية، بحيث تخدم البعثة النوعية البعثة العامة. طلب دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية المحافظين برفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك تكثيف أعمال النظافة في الميادين والشوارع والمساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد. وأكد بدر تخصيص جميع المحافظات أماكن مختلفة لذبح الأضاحي تتوفر بها الشروط الصحية والبيئية لمنع التلوث، مضيفا أنه سيتم تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتشديد الرقابة على المخابز وتعزيز خطوط النقل الداخلية التي تشرف المحافظات على تشغيلها، خاصة التي تعمل بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة. أكد المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول أن هناك استقرارا تاما في محطات الوقود بعد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الهيئة لمواجهة زيادة الطلب على البنزين نظرا لإقبال المواطنين على السفر بمناسبة عيد الأضحى. وأكد شعبان أن الشركة رفعت معدلات ضخ البنزين 80 إلى 5,870,000 لتر وضخ 1,100,000 لتر بنزين بالزيادة عن المعدلات الطبيعية، وأشار إلى أنه يتم ضخ 13,700,000 لتر من السولار، لافتا إلى أنه منذ يوم الأربعاء الماضي لم يتلقى أي شكاوى تفيد بنقص أو تكدس السيارات بالمحطات.
أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية تراقب حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم خلال هذه الفترة وخلال عيد الأضحى. وأوضحت اللجنة أنه سيتم رصد أي مخالفات باستغلال المرشحين للعيد في الدعاية لأنفسهم في غير موعدها بالمخالفة للضوابط وقرارات اللجنة، وأنه سيتم التحقيق في أي شكاوى تقدم إليها ضد أي مرشح يخالف القواعد. أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأشهر المقبلة ستشهد الانتهاء من المشروع القومي لبناء الصوامع. وأضاف حنفي أن المشروع القومي لبناء الصوامع يضم 74 صومعة والتي ستستخدم في تقليل الفاقد من الأقماع وزيادة المخزون الاستراتيجية. وأشار وزير التموين إلى أن محافظات الصعيد سيكون لها النصيب الأكبر في مشروعات التنمية الجارية سواء كانت تجارية أو لوجستية، مضيفا أن وزارة التموين تدرس حاليا إنشاء ميناء نهري في قنا لتسهيل حركة نقل الحبوب في الصعيد. العربية نبدأها من الأراضي المحتلة، حيث قتل اليوم شاب فلسطيني بالغ من العمر 21 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية دوما بالضفة الغربية. فيما قالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلية، قالت إن الفلسطيني قتل في انفجار عبوة ناسفة كان يستعد لإلقائها على آلية عسكرية. يأتي هذا التطور عقب اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة يومي الأحد والاثنين، ونشر الآلاف من رجال الأمن في البلدة القديمة مع قرب حلول عيد الغفران اليهودي وعيد الأضحى المبارك. يستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الإليزي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، لا سيما في مدينة القدس المحتلة التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كان الرئيس أولاند قد حذر من مخاطر عدم الاستقرار التي قد تنجم من تغير الوضع القائم في الحرم القدسي، مؤكدا تمسك فرنسا باحترام المقدسات. كما طلب بتفعيل مقترح باريس بتوفير مواكبة دولية لعملية السلام من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل. صرحت مصادر بالمقاومة الشعبية بمدينة تعز غربي اليمن المؤيدة للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بأن 27 من ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح قتلوا في المعارك التي شهدتها جبهات القتال بالمحافظة، فيما أصيب 31 منهم. وقالت مصادر بالمقاومة إن 4 من عناصر المقاومة قتلوا في المعارك وجرح 41 آخرون. من ناحية أخرى، قتل 8 مدنيين في القصف العشوائي للميليشيات على الأحياء السكنية وجرح 12 آخرون من بينهم أطفال. وطال القصف أحياء المسبح وعصيفرة بالمحافظة. سيطرت القوات الشرعية على 3 تلال شمالي مأرب بعد معارك مع الحوثيين، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للمتمردين بمنطقة سعوان ومعسكر اللواء الرابع بمحيط مبنى التلفزيون بالعاصمة صنعاء. وقال العميد أحمد عسيري المتحدث باسم قيادة التحالف العربية، قال إن العمليات العسكرية في مأرب تشهد تقدما إيجابيا، وأن قوات التحالف سيطرت على معظم النقاط الاستراتيجية في مأرب. من جهة أخرى، قصفت ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح مواقع المقاومة وأحياء سكنية، وأسفر ذلك عن مقتل 9 مدنيين وفقا لمصادر طبية. سلمت الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبي بالسخيرات نسخة الاتفاق السياسي النهائية آملة أن توقعها القوى قريبا
لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد. وقال المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون، قال إن النص المقترح من البعثة الدولية هو الخيار الوحيد الموجود، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتفهم تحفظات بعض القوى الليبية بشأن بعض النصوص، وأن الأمر أصبح متروكا للأطراف المشاركة في الحوار للرد على هذا النص النهائي. وأضاف ليون أنه يأمل أن تعود أطراف الحوار إلى السخيرات في الأيام المقبلة، وتكون مستعدة لمناقشة الأسماء التي ستشكل حكومة الوحدة الوطنية. يجتمع وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل لبحث تنسيق المواقف لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين على دول الاتحاد. كانت جهود توزيع 120 ألف لاجئ على دول أوروبا قد فشلت نتيجة تعذر التوصل إلى اتفاق بين الدول الأوروبية على حصص تقاسم اللاجئين، كما يسود خلاف كبير بين دول الاتحاد على مبدأ فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض المشاركة في الخطة. أخبار الساحرة المستديرة نبدأها محليا، حيث توج الفريق الأبيض لكرة القدم بنادي الزمالك بطلا لكأس مصر موسم 2015-2016 بعدما فاز على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بنهائي البطولة مساء أمس على ملعب بتروسبورت. سجل هدفي الزمالك باسم مرسي في الشوط الأول ليهدي الفارس الأبيض لقبه 24 في البطولة، ويجمع بين ثنائية الدوري والكأس لأول مرة منذ عام 88 بقيادة مديره الفني البرتغالي فيريرا. بهذه النتيجة فقد خرج الأهلي لأول مرة منذ مواسم طويلة خالي الوفاض من البطولات المحلية. وعلى الطريقه الكريستيانيه الرونالديه يحتفل بهدف الثاني. بقول لكم بصوا الذكاء حازم امام. تطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم إلى جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة أورلاندو في 26 من سبتمبر الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويؤدي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بعد أن رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب مواجهة الزمالك أمس في نهائي كأس مصر. يلتقي في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم فريق هال سيتي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي مع نادي سوان سيتي ضمن منافسات الدوري الثالث بمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية كابيتال وان. وتحوم الشكوك حول وجود المحمدي في التشكيلة الأساسية بمباراة اليوم في ظل توتر العلاقة بينه وبين ستيف بروس المدير الفني للفريق لتجديد تعاقده مع هال سيتي في الوقت الذي تلقى فيه المحمدي عروضا من أندية إنجليزية تسعى لضمه خلال انتقالات يناير، علما بأن عقد الفرعوني ينتهي بنهاية الموسم الحالي. كتاب نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.